أمهات كتير بيختاروا الرضاعة الطبيعية وهذا شيء رائع. بعض منهم بيواجهوا مشاكل، من بعض هذه المشاكل اللي هو وجع أثناء الرضاعة، أو البيبي مش قادر يرضع بطريقة جيدة، أو بيبكي بكى شديد لأنه جوعان، وببعض الأحيان كمان وزن البيبي ما بيزيد. إذا شفنا أي شيء من هذه المشاكل لازم نشك بأنه البيبي ممكن يكون عنده اللسان المربوط. بعيادتنا مايبيديا كلينيك احنا عندنا تيم مختص للتشخيص اللسان المربوط، واذا تم التشخيص وعاده بدقه في طريقه سهله لعلاج اللسان المربوط عن طريق جهاز بتكنولوجيا الراديو فريكونسي تحت مخدر موضعي، بياخذ دقائق فقط وبعدها على طول ممكن الام ترضع رضاعه طبيعيه.